يقطين بطحينة بنحتاج لحبة يقطين مقطعة مكعبات ومقلية بالزيت، 5 أكواب لبن زبادي، كوب طحينة، 5 حبات ثوم، 1/2 كيلو لحم مفروم خشن، كوب كزبرة خضراء، جوز مقلي للوجه، ومغلف بودرة مرقة الدجاج من ماجي، ومنحتاج ل4 معالق كبيرة ليمون، ومنحتاج لبرغل للتقديم. فحنحط بس معلقة زيت أو معلقة صغيرة زبدة أو معلقة زيت. فاللي عايز يحط اللي هو عايزه، يعني احنا عاملينها يعني كده بشوية، معلقة زيت، معلقة سمنة، كل واحد حر يعني. طيب بعد ما حطينا البصل هنحط اللحمة مفرومة خشنة. تمام. خشنة، ما تبقاش لحمة كفتة أبدا يعني. هحط مغلف منهم على اللحمة، وهحط مغلف تاني على الخليط بتاع الطحينة واللبن اللي هنعمله. أوكي؟ تمام. فأنا هاخد أول مغلف ونحطه هنا كده. أنا واخدة توابلي كلها بطريقة كده حلوة ورايقة كده. دلوقتي هناخد اللبن اللي عندنا. تمام. وهنجيب بولة ونبتدي نخلط فيها. أنا عايزاه يكون نوعا ما مرق، لأني هحطه على النار، وعلى النار هيتخن يسمك. تمام. أوكي؟ تمام. فأنا بس هخلط مكونات اللبن اللي عندي، وهخلط الطحينة والثوم. طيب هنحط هنا الطحينة، طيب هحط ده كله بقى دلوقتي في الطنجرة اللي عندنا. بس ثانية واحدة عشان عايزة ايه اقلبهم بزمة اكتر، يعني عايزاه يبقى زي الكريمة كده. وهحط له المية، بحط له ميه لغايه ما يبقى يعني قوامه قوام ميه. اوكي. لانه هيتخن على النار. هيجمد في النار. اوكي تمام. بدك تحطي اللبن هون؟ يس. ما ملكة مطبخ رؤيا الشيف غادة التلي. وين هنا بدك ال لو سمحت. يلا. اليقطين هنا ده اهو زي ما انتم شايفين قطعته مكعبات، طبعا قشرناها وقطعناها مكعبات و قلتها في الزيت. تمام اهي. فاحنا كده عندنا كل المكونات جاهزه، ناقص بقى ايه التطبيق بتاع الوصفه. تمام. دلوقتي عملنا ايه؟ طحنا الجوز المقلي. طحنا الجوز، هناخده دلوقتي نحطه على حلو هنا، فيبقى زي ما اتفقنا كده، تبقى انت شايف الجوز وبتذوقه بالاكل كمان. بالظبط. تمام. هحط شويه ليمون. تمام. طيب دلوقتي انا هحط اليقطين اللي عندنا. طب ما تيجي نوزع الناس دي ونسكبها شوربه، ايه رايك؟ هحط دلوقتي اليقطين لان هو عايز يقعد شويه على النار مع اللبن، علشان خاطر احنا قليينه بس هو بيبقى عايز يطرى شويه من جوه. تمام. فهنحط دلوقتي كل المكونات اللي عندنا هنا. يلا اشيلك هذا لا المكونات قصدي اللي هي دي. هاي اليقطين طبعا بنطلعه من الزيت، بنحطه على ورق كده زي ما ايه، ونبتدي نسيبه بقى شويه كده نقلبه بس كده بخفه. يلا قلبي براحتك. شويه كده، وهناخد شويه من اللحمه نحطها جوه، وهسيب شويه للوجه للوش، وهنسيبه كده تقريبا يعني نقول 5 دقائق 10 دقائق، وهتكون الاكله عندنا تخنت وبقت بالقوام اللي احنا عايزينه، والمكونات اندمجت مع بعضها وبقت تمام التمام. تمام. هنعمل بس ايه بقى دلوقتي؟ الثوم اللي عندنا هناخد الثوم وكزبره. تمام. وهنحطهم على معلقه زيت على النار، وهنخليهم برضو مع الوصفه بتاعتنا في اخر مرحله.